النهارده هنتكلم عن موضوع مهم ناس كتير بتسأل عنه، هو ميكروب المعدة أو الميكروب الحلزوني أو الإتش بايلوري اللي بيعمل حموضة والتهابات في فم المعدة عند ناس كتير. تابعوني. أهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر أخصائي البطن العامة. جرثومة المعدة أو الميكروب الحلزوني ده ميكروب معدي منتشر عند 50% من الناس، يعني لو أسرة فيها 6 أفراد ممكن تلاقي 3 أو أكتر عندهم الميكروب ده. طب هو ليه معدي بالشكل ده وليه منتشر بالشكل ده؟ عشان هو بينتقل من شخص لشخص عن طريق الرذاذ، عن طريق العطس، عن طريق الاختلاط المباشر، وعن طريق تلوث الأطعمة والمياه ببراز شخص مصاب. لو جينا نتكلم عن أعراض الميكروب ده، هو بيعمل أعراض كتير، منها الأشهر اللي الناس كلها عارفاه اللي هو التهابات جدار المعدة أو التهابات في فم المعدة، اللي هو حرقان وتعب بعد الأكل في المنطقة دي كده، وإحساس بأن في حاجة زي ما بيقول راكبة على قلبه هنا، وهكذا بشكل مستمر وبشكل مزمن. ممكن يجي بأعراض تانية، ممكن يجي بقيء ترجيع أو ميل بس للقيء، ممكن يجي بإسهال، وممكن يجي بأن الشخص يصحى من النوم يلاقي نفسه جعان بشكل غريب وإحساس بالجوع شديد، وممكن يجي بريحة النفس الوحشة، ممكن لا قدر الله يعمل قرحة في المعدة أو يعمل سرطانات لكن بنسبة قليلة جدا. وفي نسبة من الناس كبيرة جدا عندهم الميكروب ده لكن مش عامل لهم أي مشاكل خالص، ولا حاسين بأي أعراض ولا في أي مشكلة بالنسبة لهم. إزاي نشخص الميكروب ده أو تحليل إيه اللي نعمله؟ هو تحليل في البراز، اللي هو التحليل ده تحليل الميكروب نفسه في البراز، ده تحليل دقيق ومنتشر وموجود. في تحاليل تانية لكن مفيش داعي للكلام عنها لأن ده الأحسن يعني. وممكن لا قدر الله لو احنا شاكين في حاجه او مثلا الاعراض عند الشخص بقالها فتره كبيره، ممكن نحتاج نعمل منظار للشخص ده وناخد عينه من جدار المعده ونحللها عشان نتاكد من عدم وجود سرطانات او عدم وجود اي مشكله تانية شديده او قرح لا قدر الله في جدار المعده. ازاي نعالج الميكروب ده؟ الميكروب ده علاجه عباره عن كورس علاج كده مكون من 3 مواد، هو اسمه علاج ثلاثي، بيتاخد لمده من 10 ل 14 يوم، ممكن في كذا بروتوكول، ممكن ده او ده او ده، لمدة من 10 ل 14 يوم. الاسماء التجارية اللي مشهورة اللي الناس بتعرفها يعني زي الترايوكلار او هيليكيور او البيبتيكير لمدة 14 يوم. المشكلة في الميكروب ده ان هو مقاوم للادوية شوية وان هو ممكن يرد تاني لنفس الشخص. وفي النهاية احب اشكركم، اعمل سبسكرايب لايك شير.